قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة بمناسبة عيد الفصح المجيد، حيث تلقى البرنامج اتصالات ومعايدات من عدد من السادة المطارنة والأباء الكهنة الذين قدموا التهاني لجميع المسيحيين ولمكتب فضائية نورسات في الأردن على جهوده المتميزة، كما تحدثوا عن استضافة جلالة الملك عبد الله الثاني لممثلي الكنائس في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. فإلى هناك. كل عام وانتم بخير يا أبونا المسيح قام. فنحب منك هيك كلمة تعطينا إياها بهذا البرنامج تصبح فيها على المشاهدين وأيضا لمعايدتهم. صباح الخير للجميع. احنا في زمن الفصحي، احتفلنا يعني قبل يومين بهذا العيد ويستمر الاحتفال في كل الزمن الفصحي. أمنيتي هي أن ينير المسيح القائم من بين الأموات حياة جميع الناس. بعرف أنه في كثير منا لا يزال يتألم ويتألم مع المسيح، ولكن بقيامة المسيح منحنا حياة جديدة، منحنا رجاء جديد، منحنا نور جديد لينير نور المسيح القائم من بين الأموات حياة جميع المستمعين، جميع المؤمنين، ولينير أيضا رؤساء هذا العالم. نعم. رؤساء هذا العالم حتى فعلا يسعوا إلى ما في خير البشرية وإلى السلام والسلام الحقيقي ما بين الشعوب والعدالة ما بين الشعوب. فهذه أمنيتي، أن ينير نور المسيح على جميع البشر وخاصة على جميع مؤمنين حتى يستمروا في شهادتهم للمسيح في حياتهم، وليكن المسيح معهم دائما وليبارك حياتهم. سيدنا توجه لنا كلمة معايدة مشاهدينا ومتابعينا على النورسات، تفضل. الله يخليكم. أنا في البداية بحب أعيدكم أنا بدوري كمان لكم أنتوا في نورسات، ولأبونا الحبيب المعيد دكتورة كمان. نعم. ولكل المشاهدين والمشاهدات، حقيقة أنا بحب أهنيكم وأشكركم على كل جهودكم اللي بتقوموا فيها بالنورسات للدور الرائد وفي بالإذاعة وبكل المواقع اللي عمالكم تتواصلوا فيها حتى الصوت المسيحي يكون حي في بلادنا المقدسة. كل سنة وانتم سالمين بعيد الفصح المجيد اللي حقيقة هي مناسبة حتى نراجع فيها ذواتنا اللي فيها تتم هاي المصالحة الحقيقية اللي تمت بإلهنا القائم من بين الأموات بعد ما تخطينا أكبر حاجز كان مسيطر علينا اللي هو حاجز الموت، اللي بقيامة المسيح انغلب الموت. وعشان هيك نحن بأحد قطع تراتيل الكنيسة بتحكي نحن نعيد اليوم لموت الموت. فهاي هي رسالة أمل لإلنا إنه في حياة جديدة انولدت بالمسيح القائم من بين الأموات، وهاي هي الحياة اللي بتجمل حياتنا هون على الأرض، بتعطيها معنى وبتخلي كمان يكون لنا علاقة بالحياة الأبدية من هون. وهاد إشي كتير نحنا روحيا مسيحيا منعيشه بأجواء الفصح اللي بتبتد لطول أيام السنة ولطول أيام حياتنا، ومنجدده في كل يوم أحد اللي هو يوم قيامة بيكون بالنسبة لنا يوم. نعم. الأحد. نعم. وهاي هي ينبوع قدسيته. فأنا حبيت إنه يعني بشكركم إن اتاحت هاي الفرصة لإلي حتى أنا كمان أعايدكم وأعايد كل المستمعين اللي بتمنى لكل واحد فيهم وفيكم إنه ربنا يعطي ما هو بحاجته حتى من أجل خلاص نفسه، خلاص بيته، وإنه يكون أفضل للمجتمع، لمؤسساتنا، لكل العالم بهاي الظروف الصعبة كمان اللي بمر فيها العالم. نعم. من جهة من الحروب، من جهة الأوبئة، من جهة كل هاي التحديات أمام الإنسان المعاصر بالأزمات كلها، إما كانت اقتصادية أو إلى آخره من أمور. ولكن هيك في تعزية عنا بهاي الأيام إنه المسيح قام، وبقيامته بعطينا الأمل، بعطينا النور، وبعطينا الرجاء، الإيمان والرجاء حتى نقدر إنه نجتاز كل المصاعب ونطلع منها أقوى، لأنه أكبر حاجز هو الموت انغلب، ونحن غلبناه مع المسيح. ونحن منعيش هاي الحياة اللي هي الحياة الأبدية اللي أعطانا إياها، لأنه نعرف الإله القائم بين الأموات، نعيش بموجب وصياه، ونكون مع الكنيسة
بأسرارها وحياتها. فكل سنة وإنتوا سالمين، ربنا يعطيكم كل صحة نعمة وبركة للكل، وإنتوا مشكورين، ودكتورة أنت بالأخص، لأنك أنت حقيقة صوت وفكر ووجه حقيقة نحن بنعتز فيه، وبهنيك لكل جهدك اللي مميز بتبذليه يعني بكل الأصعدة. أبونا تحدثنا وتخبرنا عن الأجواء الفصحية اللي سادت في كنائس الروم الملكيين الكاثوليك لهذا العام، وكيف الصورة الجميلة خاصة بعد انقطاع سنتين من عدم حضور الحاضر بالكنائس. فتفضل أبونا. الحمد لله، الأجواء كانت أجواء فرح وسعادة. نعم. وكان في حضور كبير بالكنائس عندنا، يمكن من خلال هالسنتين كان عدم تمكنهم من أنه يكونوا موجودين في الصلاة أو بأعداد قليلة، فهالانفتاح اللي صار أنه فتحوا المجال للحضور خلى الكنائس أنه يعني الناس تتشجع. والكنائس كان يعني نص أيام أحد الشعنينة والجمعة العظيمة كانت فلك، يعني الكنائس مليانة ما شاء الله. وكمان بقية الأسبوع أسبوع الألام، وكمان خلال فترة الصوم كان حضور يعني مميز للناس. المسيح قام من بين الأموات، نزل إلى الجحيم وانتصر على الموت والخطيئة. نعم. ودائع والمسيحي ما تنتهي حياته بانتهاء عمره على هاي الأرض. نعم. بل انه بتبلش حياة جديدة. نعم. فهالفكرة انه المسيح انتصر على الظلمة على الخطيئة على الموت بتنعكس على حياتي وعلى حياة كل انسان مؤمن، انه انا كمؤمن مسيحي القيامة بتكون في قلبي، وكمان الظلمة أو الخطيئة مهما كانت الخطيئة يعني كبيرة، ولكن القيامة ونور المسيح ونعمة ربنا أكبر من أي خطيئة. هاي بحياتي الشخصية بتساعدني على أنه أرجع على ربنا دائما وأتوب عن أي خطيئة، وبنعمة نور القيامة هي اللي بتخليني دائما أمشي للأمام بفرح بسعادة. وكمان اللي لما سألوا من يدحرج لنا الحجر. نعم. اللي هو الحجر القبر كان مغلق. نعم. واكتشفوا انه الحجر قد دحرج، وهنا احنا كمان بقلوبنا ممكن قلبنا يكون مغلق. نعم. ومسكر ونور المسيح مش داخل، يحتاج من يدحرج لنا الحجر. الحجر أكيد بنزاح عن قلبنا أي هموم أي خطيئة. فالقيامة هي قيامة كل واحد فينا من قبر الخطيئة، من الأشياء اللي مسكرة على قلبه، أو مرات إحنا مش قادرين بقوتنا الشخصية إن نتخلص من خطيئة معينة، من عادة معينة، من إشي مكبلنا مقيدنا. فنور المسيح بيحررنا من كل هاي خطيئة، وبنقوم القيامة هي كل واحد شخصيا. أنا أقوم من الأشياء اللي مسكرة علي واللي مخليتني ما أنطلق بحياتي نحو فجر جديد. المسيح قام، صباحك نور، كل عام أنتم بخير. صباحك نور أبونا. حقا قام، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لك يعني استضافتك في النور سات كمان بوقت أسابيع الماضية اللي حكينا فيها عن الفصح، والآن جاءت القيامة وأحد القيامة. فأبونا كلمة روحية ومعايدة لنور سات وكل المشاهدين على النور سات وعلى التلفزيون، تحكي لهم كلمة روحية عن القيامة وهذا التغيير اللي لازم يحصل في حياتنا، وأنت دائما تدعو للتغيير وبصمة جديدة في حياتنا دائما تكون بمناسباتنا. تفضل أبونا. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. نعم.
احنا في كامل الفرح ان ربنا سمح لنا بعد جائحة كورونا انه نعيد مرة اخرى ونحتفل مرة اخرى ونفرح مرة اخرى في حياتنا. نعم. بعيد القيامة المجيد، عيد الأعياد، عيد النور المقدس، عيد الفرح، عيد الفداء، عيد القيامة. وحينما نعيد بعضنا البعض ونقول المسيح قام، هذه المعايدة إنما نعلم فيها قيامتنا نحن من موت الخطية. حينما نعيد الآخرين ونقول المسيح قام، هذا إعلان أن المسيح قد أقامني من خطيتي، قد أقامني من ضعفي. المسيح قام قد أقامني من الموت، لأن المسيح بالفداء اللي تم على الصليب بدمه الطاهر الزكي الكريم اللي فدانا به كلنا، فتح لينا الفردوس مرة أخرى. هذه المعاني كلها وأكثر منها تكمن في المعايدة في كلمتين المسيح قام. أول شيء تحية إليك وللطاقم الرائع اللي عم تشتغلوا فيه لحتى تحطوا فرحة القيامة على مدار السنة، مش بس بزمن القيامة، بقلوب المشاهدين وبقلوب كل الأشخاص اللي عم بيتابعوكم بكافة أقطار العالم وخاصة في الأردن الحبيب. فأنا بدي عيدك إليك شخصيا، وبدي عيد كمان خيي وصديقي وفي المشوار الحلو أبونا جورج على كمان حضوره المميز. بعرف أنه دكتور قيامة الرب من الموت هي انتصار، انتصار كبير على الظلمة، على الأحباط، على اليأس، على كل الاشياء اللي عم نعيشها اليوم. بتصور اللي انت حكيتي فيها كتير هلا، واللي عم بتسيطر على انساننا بكل المجتمعات هالايام، بحسها هيك رساله صارخه واضحه ضد الموت، ضد كل الاشياء اللي عم بتصير من ظلم وشر وفساد. هي كلمه نهائيه للحب بعالم غرقان برأيي. هيك عم شوفه وعم قديه في ناس عم ببرعتوا في عالم غرقان بالأنانية، بالإيمان الفوفاش، عالم عم يفقد الثقة والرجاء. تيجي الأيام تتقلن ما في مطرح لأنه نغرق باليأس والفشل والإحباط حتى نرجع نعمل حالة انتصار، حالة قيامة. فكتير ناس اليوم دكتور عايشين خيبات أمل، فشل، يمكن عم بينتظروا انتظارات مشوشة ووعود كاذبة عم بيخدوها من بعض حكامهم. فاليوم بتيجي صرخة القيامة حتى ترجف هيك أركان الموت وتقلن لا للسلبية، نعم لمشروع الله الحلو بحياتنا. بدنا نحن نبلش نحط هيك نقاط جديدة، نكون علامات صارخة ونصرخ وين قوتك، وين جبروتك، وين مجدك يا موت؟ يسوعنا غلبك، كسرك، لغاك،